وقوله كم من كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. هذان البيتان من أروع ما يكون. وقد قال الله سبحانه وتعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فهذه الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، أما الدين لا يعطيه الله إلا من يحب سبحانه وتعالى. ولهذا كم من كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره وهو كافر بالله، وآخر مؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره، يزداد إيمانا، ذاك يزداد أموالا وهو باق على كفره وأمواله تتضاعف، وهذا ليس له درهم وإيمانه يزداد من قوة إيمانه بالله وثقته به وحسن توكله على الله ورضاه بما قضى وقدر ورجائه بما موعود الله سبحانه وتعالى. أذكر زرت شابا مصابا بشلل رباعي من سنوات تقرب من 20 سنة وهو على فراش لا يقوم منه ولا يتحرك، لا يده تتحرك ولا قدمه تتحرك، رأسه يتحرك حركة قليلة. قلت له كيف حالك يا فلان؟ قال الحمد لله والله أتقلب في نعم الله. قال والله أتقلب في نعم الله، جسمه ما يتقلب ولا يتحرك جسمه، ويقول الحمد لله والله أتقلب في نعم الله، وجهه مبتسم ومشرق وتحس أنه مرتاح جدا، ويقول والله الحمد لله أتقلب في نعم الله. وتجد آخرين ممتعين بالصحة والقوة والحركة وعنده مال وعنده بيت وعنده كذا، تقول لي كيف حالك؟ يقول والله تعبانين، مشاكل وكذا وكذا وضجر وألم. فانظر الفرق، يعني لم تعد الآن لم تعد الراحة وقرة العين والسعادة لصحة البدن وحركته ولا أيضا لكثرة المال، فتجد مثل هذا الآن المثال الذي ذكرت، يعني فقير لا يملك مالا ومعاق إعاقة تامة لا يتحرك، ومع ذلك هذه الإيمانيات المتدفقة نحسبه والله حسيبة. وتجد آخر عنده المال وعنده الصحة وعنده كذا، وإذا أوى إلى فراشه ما ينام من القلق ومن الضجر ومن التعب ومن الهموم، وعنده مال وعنده صحة وعنده تجارة وعنده إلى آخر هذه الأمور. فعادة المسألة إلى الإيمان، والسعادة مناطها بالإيمان، مناط السعادة بالإيمان. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى أي يسعد.